تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة، صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير في يوم الأحد اللي يحبه كل أحد، أول يوم في الأسبوع، بداية أسبوع جديدة نبتديها دائما أولا متوكل على الله والطاقة الإيجابية والابتسامة، ونفكر تفكير إيجابي عشان يمشي هذا الأسبوع مثل ما إحنا نحب. في بداية الأسبوع نرحب فيكم من خلال برنامجكم برنامج صحة وسعادة، هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. معايا اليوم في الإخراج أيمن سرحي، يعطيك ألف عافية أبو نوح، وفي التنسيق عندي ميرا المري، وهذه محدثتكم دكتورة ندى الملا. بكون معكم إن شاء الله على مدى تقريبا ساعة الهواء، نغطي فيها ندردش فيها عن مواضيع الصحية اللي تهمكم، اقتراحاتكم، شكاويكم، أي رسالة حابين تشاركونا معنا، معلومة طبية سمعتوها، فهذا هو المنبر اللي تتواصلون فيه معنا على أرقام التواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. طبعا مثل ما تعودنا دائما في بداية كل حلقة يكون عندنا أولا فقرة السوشيال ميديا، بنتعرف على ما هو جديد السوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي مع الزميلة أسماء الجناحي. صباحك ورد يا أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور دكتورة عليك وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. أهلا فيك. قوليني يا أسماء، شو في جديد في وسائل التواصل الجديد اليوم؟ نحن موجودين في جائزة، بدأ معرض جائزة وكل المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة اللي يعني في المنطقة والعالمية تعرض أبرز جهودها التقنية والذكاء اللي فيها ذكاء اصطناعي وغيره. طبعا منصة الهيئة فيها وايد أشياء جديدة وتمثل المجتمع، خدمات موجودة للمجتمع ممكن يوم يتعرفون على الخدمات اللي نحن نسويها إياهم، وحتى يتواصلون مع المسؤولين عن هاي الخدمات. في وايد يعني من الأشياء ممكن نستعرضها على السريع، عندك خدمات حق العلاج الخارج، عندك للحجز المواعيد، في وايد حتى حلول موجودة للمجتمع حتى المواعيد الطويلة، الانتظار، هاي كل الأشياء في حلول موجودة وبدأت تطبق في الهيئة. ممتاز، وندعوهم يجونا. نحن موجودين في قاعة الشيخ سعيد، موجودين عندنا منصة خاصة بالهيئة، وأيضا موجودين في منصة دبي الذكية. ممتاز. أيضا من ضمن الأشياء اللي يعني نحن صارت في الفترة اللي طافت، كان هيئة الصحة أطلقت مبادرة رائد التغذية، وتهدف لنشر الوعي وتحفيز الطلبة على الاهتمام بالنظام الغذائي وكيف التسوق الصحي. فياخذون مجموعة من الأطفال في المدارس ودونهم كارفور، يختارون علمونهم كيف يتسوقون في السوبر ماركت، وكيف يختارون كيف حتى يطبخون الأشياء تكون صحية لهم بطريقة جو تطبيق عملي وجو ممتع مع الكاستمز الموجودين، وهي كل الأشياء اللي كانوا يسوونها وهي مستمرة على مستوى مدارس دبي. ممتاز. أيضا أطلقت هيئة الصحة مع مجلس دبي الرياضي حملة أنماط الحياة الصحية في المدارس، وهي تهدف للوعي نشل لرفع الوعي الصحي عن طلبة المدارس اللي موجودة في دبي. نحن أغلب الأمراض اللي موجودة الحين والناس تعاني منها بدأت أن نحن ما كان عندنا نمط غذائي صحي ونمط حياة صحي أصلاً، مو بس الغذائي، النشاط البدني، هالأمور كلها. فحتى لما كنا ندرس في المدارس رياضة ما نعرف شو فايدة منها، بس نعرف إنه لازم نصير ماري رياضيين. صحيح. فهاي كانت يعني تعزز عندهم مبدأ أنماط الحياة الصحية وكيف ممكن الأطفال هم اللي يتبنونها. ونختمها بالنشرة والرسالة الإيجابية، قد تعمل اليوم على بداية تحدي جديد في العمل، لا تجعل الخوف من الفشل يفسد عليك نجاحك، فكر بإيجابية واعمل بها، أغلب اللي يخرب علينا هو خوفنا من الفشل، كل ما زاد خوفنا كل ما تركز يعني ركزنا على الخوف بدل ما نركز على الفرص الموجودة فما نشوف الفرص. لا تخافون، انطلقوا ترخصوا تخسروا في النهاية يعني ما حد.
وإذا فشلت ترى هي تعتبر تجربة وخبرة. صحيح. أسمى المخرج يسألك من وين تجيب هالعبارات الجميلة كل مرة؟ اللي نسويه نحن عندنا الأطباء، عندنا من الكتب اللي تهدف على تعزيز الصحة النفسية والعمل والإبداع والابتكار، فنحن ناخذ خلاصة الكتب هاي اللي نقراها، ترى نحن نقراها، ممتاز، ناخذ خلاصة الكتب وأيضا نحن نحطها وأيضا نتأكد من المعنيين في الصحة النفسية وغيرها عن مثل في الهيئة. ممتاز، جميل جدا، شكرا لك يا أسمى حبيبتي ونهارك سعيد. شكرا. نهاركم سعيد. شكرا. والله ما شاء الله ممتاز، يعني واحد لما يسمع العبارات الإيجابية فعلا، أنا وايد عبارات لما أسمى تشاركها معنا أتم أفكر فيه أسبوع كامل، أحس أنه فعلا تغير تفكير الإنسان، تعطيه طاقة إيجابية، تخليه يتخلص من بعض الأفكار السلبية اللي هي عنده. فما شاء الله يعطيكم ألف عافية على جهودكم، طبعا فريق الإعلام فئة الصحة بدبي ما شاء الله مو مقصرين، تحضير حلقات صحة وسعادة، متابعة مع الضيوف والتنسيق معاهم، تحضير محاور وكل هذا، فيعطيكم ألف ألف عافية. ما بذكر أسماء عشان أخاف أنسى حد، فجميع العاملين في قطاع في الإعلام في هيئة الصحة بدبي. من السوشيال ميديا رح ننتقل إلى فقرة التغذية، رح نتكلم اليوم عن التغذية السليمة لكبار السن. معانا عن طريق الهاتف أخصائية التغذية فئة الصحة الأستاذة فاطمة الخروصي. صباحك ورد يا فاطمة. أهلا حبيبتي، صباحك نور سرور حبيبتي. أهلا فيك يا فاطمة، خبريني شو هي العناصر الأساسية في التغذية السليمة لكل كبار السن، وشو الفرق بين تغذية كبار السن وتغذية الشخص العادي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء إحنا بغينا نتكلم عن يعني كبار السن بشكل عام، في منهم اللي هم يكون مرضى عندهم يعني أمراض مزمنة، وفي منهم كبار السن مو محتاجين ما شاء الله عليهم، فيهم الله يعطيهم الصحة والعافية، يعني صحة يقدرون يمارسون حياتهم العادية بس محتاجين مجموعتين تناول وجبات غذائية سليمة 100%، يعني محتواها من المجموعات الغذائية الرئيسية من البروتين، الكربوهيدرات، الخضروات، الفاكهة، منتجات الألبان، كلها تكون الخمس مجموعات مع نسبة بسيطة من السكريات العادية، هذه يحتاجها كل كبير سن. لكن أهم شيء من هذا أن مراقبة الوزن، يعني لكبار السن لا يكون عندهم نحافة عالية ولا سمنة، في نفس الوقت أنه يكون يعني أطعمتهم مدعمة دائما بالفيتامينات، وأطعمتهم دائما مدعمة بالخضروات والفاكهة اللي تحتوي على فيتامينات متعددة. والسبب أنه يكون دائما مرضى كبار السن دائما عنده فقدان في فيتامينات B12، عنده فقدان فيتامين د، الكالسيوم، حمض الفوليك، هذه كلها من اهم العناصر الغذائيه اللي يحتاجها كبير كبار السن. فنلقاهم دائما عندهم مشاكل انهم عندهم سوء تغذيه، او انه مثلا دائما يحس انه شهيته قليله، وهاي تكون اسبابها ممكن تكون اسباب اكتئاب يسبب له انعدام شهيه، او مثلا عنده مشاكل صحيه مثل عنده مثلا صعوبه في البلع، صعوبه في المضغ، عنده مشاكل في الكبير السن كل ما تقدم في العمر تكون عنده حاسه تذوق، والشم تكون جدا تضعف وتكون بطيئه، عند الرؤيه بعد والسمع، فهي كلها سبب له مشاكل عصبيه، تلقينه دائما عصبي، او مثلا يكون عنده اكتئاب وزعلان، ما في يعني يعني ما يحس ان عمره متوازن، فيؤدي الى اكتئاب وثالث سوء التغذيه. اهم شيء حالته النفسيه تكون متعدله وما يكون عندها مشكله عشان ما تضطر عنده يكون سوء تغذيه. الشيء الثاني، اغلب الاطعمه اللي هو يحتاجها مريض اللي هو أو كبير السن يكون دائما مدعمه بالفوليك، انا اقصد الفوليك اللي هو الخضروات الورقيه الخضراء، اللي هو عنده مثلا بعض الاطعمه اللي فيها بروتين عالي ممكن ياخذها، لانها تكون عنده يسبب لها، او مثلا الالتهابات اللي تصير له في جسمه اسبابها نقص هذا الفيتامين. بعدين بعض الكبار في العمر يكون عندهم سقوط مفاجئ، او يكون عنده كسور واسبابها قله فيتامين د وكالسيوم، وهي ممكن تشوفها منتجات الالبان او منتجات اللي هو مدعمه بالكالسيوم، او احيانا اذا كان عنده نقص في بعض اللي هو الكالسيوم او الفيتامين، المفروض اخصائي التغذيه يشرح له عن الاطعمه المدعمه او الموجوده فيها كالسيوم فيتامين د. ومن ناحيه الدكتور اذا كان محتاج مكملات غذائيه او فيتامينات ممكن يعطي الفيتامينات متعدده الفيتامينات، واللي فيها تحتوي على مضادات اكسده وفيتامينات فيها بي 12، هاي تساعد دائما كبير السن ان ما يتعرض للامراض هذه او لنقص المغذيات الاساسيه اللي هو حمض الفوليك وفيتامين د والكالسيوم. نعم. في بعد بالنسبه للاحتياجات السعرات الحراريه مريض
اللي هو كبار السن، دائما احتياجاتهم تصل تقريبا ما بين 30 سعر حراري لكل كيلوغرام، او ممكن يكون حتى لو وصل الى 36 سعر حراريه لبيع على الواحد من الكيلوغرام. وهذا دائما يقولون احنا كبير السن ما ياكل غير كميه بسيطه وما ياكل شيء، لا، هو المفروض يكون سعرات الحراريه جدا مهمه لمريض السن تكون على حسب احتياجه للوزن اللي هو الحالي عليه، وبالتالي احنا كاخصائيين تغذيه ممكن احنا نزيد الكميه مع متابعه العيادات التغذيه. ممتاز، فهذه نصايح عامة بخصوص تغذية سليمة لكبار السن. وأنا دائما أنصح يعني أن الناس، فاطمة ما دي تأيدين أو لا، أن الناس أحيانا تفترض أنه بما أنه كبير في السن خلاص مثلا يقول يعرف مصلحته، يعني ليش نعرضه على أخصائي وليش نوديه؟ فالأفضل إذا حسوا أن في أي تغيير في نمط غذائه، نزول وزن أو أي شيء، لازم يعرضونه على الطبيب وأخصائي التغذية. صحيح؟ صح، وهذا يعني أهم مؤشر وأسهل مؤشر للأهالي يعني أو اللي عندهم يعني كبير السن. أهم مؤشر أن يشوفوا أن حالته اللي صارت مرة واحدة فجائية، هاي أكيد لها سبب. صحيح. فما تكون سببها بس أكل أو قلة أكل، قلة الأكل هي من أشياء ثانية، من حالة نفسية، من اكتئاب. أحيانا الأدوية اللي يأخذها، كثر الأدوية اللي يأخذها تسبب له في يعني قلة امتصاص المغذيات اللي يأخذها. تلقينه يأكل أكل العادي يعني واللي متعود عليه ممكن يكون صحي 100%، لكن بعض الأدوية تتعارض مع الأكل هذا أو اختصاصا الأكل. فلو كانوا يراجعون مثلا أخصائي التغذية بتفهمهم هذا الدواء مثلا يتعارض يا هالنوع من الأكل، نعطيه البديل، ممكن نعطيه مثلا مثلا بعض أطعمة الحموضة. أغلبية مرضى الكبار في العمر يأخذون أدوية الحموضة، بس هاي الأدوية الحموضة ممكن تقلل من امتصاص اللي احنا نقول احنا بعض المغذيات خاصة. صحيح. الحديد وهالأشياء. بس في بديل انه ياخذها ما تتعارض مع الادويه. بس لو كان الاهالي او مثلا كبار السن يقولنا واحنا نشرح لهم هذا بالنسبه لهم بيكون كله واضح وما بيكون عندهم اي مشاكل. الامراض اللي تكون عندهم، في بعض الامراض يكون عندهم مثلا اربع امراض مزمنه او ثلاث امراض مزمنه مثل السكر وضغط واشياء وايد تخليهم يكتئبون. لكن اذا يوم مثلا احنا عندنا من ناحيه التغذيه لازم هم ممكن يتعرضون لسوء التغذيه واللي هو احنا نقول الجفاف، وبتلقين يقول أنا ما أبغى أشرب ماي، ما أبغى أشرب سوائل، يرفض هاي الأشياء. هاي كلها بعد سبب من الأسباب اللي تخليه في سوء التغذية إذا ما شرب السوائل خاصة الماي. بالضبط. شكرا لك أستاذة فاطمة الخروصي، هذه المداخلة الجميلة بخصوص التغذية السليمة في كبار السن. شكرا لك حبيبتي، إن شاء الله يكون المستمعين استفادوا. شكرا لك، نهارك سعيد. شكرا، مع السلامة، الله يحفظك. مثل ما سمعنا من عند فاطمة الخروصي أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي، أن ضرورة الانتباه للتغذية السليمة لكبار السن. ما نفترض أن هذه العبارة اللي أنا ما أحبها، هي كل الكبار في السن كذي، كل الشياب ما يأكلون، ما في شيء اسمه الكل. لازم أنت تحصل على تشخيص طبي ورأي طبي قبل ما نقول هالكلام. لن عمم والله، حتى أختي تقول إن عمتها، حتى ربيعتي تقول إن عمها نفس الطريقة لما كبر في السن. ما نعمم، لأنه ممكن كبير السن هذا يكون عنده مشكلة صحية مو بعارف يوصلكم إياها، أو ممكن هو نفسه مو بعارف أن عنده هذه المشكلة الصحية، ويمكن هو بنفسه يحس أن هذا الشيء طبيعي، أنه ما له خلق يأكل، نومه وايد خفيف، ما له خلق يتكلم، ما له خلق يطلع، يمكن يحس طبيعي وما يكون طبيعي، يكون عبارة عن بداية اكتئاب أو أمراض أخرى. فما نهمل هذه الأعراض. احنا حنطلع إن شاء الله حين فاصل، بعد الفاصل راح نكمل برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. للتواصل على 600-551-414 ورسائل النصية على 4006. تشارك هيئة الصحة بدبي خلال فعاليات معرض جايتكس 2019 المنعقد حاليا بمركز دبي التجاري العالمي، بحزمة من خدماتها ومبادراتها ومشاريعها الذكية الهادفة إلى تقديم خدمات سهلة وميسرة تلبي احتياجات المتعاملين وتحقق رضاهم. من هذه الخدمات مشروع دبي هيلث بوكينج، وهي منصة حجز المواعيد الفورية الأولى من نوعها، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة وفاعلية أداء قطاع الرعاية الصحية في إمارة دبي. بنتكلم عن هذا الموضوع، يسرنا ليكون معانا اليوم عن طريق الهاتف الأستاذة ميس البستاني، مدير إدارة اللياقة الطبية بهيئة الصحة بدبي. يا صباح الورد يا ميسة.
يا صباح النور والسرور، اهلا فيك. كيف حالك؟ الحمد لله بخير، حياك الله الله بصحة يسلمك وسعادة. الله يسلمك، ميسة جزاكم الله كلم خير جميعا. وصبحت الله بالنور. ميسة حبيبتي، خبرينا اول شيء شو هي مبادرة هيلث بوكينج؟ دبي هيلث بوكينج. دبي هيلث بوكينج. انزين، دبي هيلث بوكينج هي مشروع لفريق الابتكار دورة 2015. هي منصة حكومية صحية موثوقة، وتعتبر مثل ما تفضلت دكتورة الأولى من نوعها عالميا. طبعا هي منصة مميزة جدا جدا لأنها تحمل اسم إمارة دبي، الأمر اللي يدفعنا جميعا للتقدم بهذه المنصة للأمام. مثل ما تفضلت دكتورة، المنصة بتشمل حد المواعيد للقطاع الطبي الحكومي والخاص في إمارة دبي، سواء المواطن أو المقيم أو حتى القادمين من السياح أو الزائرين من خارج الدولة، ممكن أنهم يتعرفون على هذه المنصة ويسجلون فيها ويستخدمونها لأجل أنهم يتعرفون على الخدمات الطبية الشاملة في إمارة دبي. طبعا المنصة ضمت ثلاث مستشفيات من هيئة الصحة اللي هي لطيفة وراشد وحدة، وجميع قطاع الرعاية الصحية الأولية بالعيادات اللي فيها تقريبا أكثر عن 500 طبيب. المنصة بتساعد المستخدم أنه يبحث عن طبيب أو تخصص في أي مجال من المجالات الطبية، سواء من العيادات والمستشفيات اللي في هيئة الصحة أو القطاع الطبي الخاص. جميع المرخصين الأطباء والمستشفيات طبعا هي منصة موثوقة، فالجميع مرخص من قبل قطاع التنظيم الصحي اللي هو يتبع هيئة الصحة، فلهذا تعتبر هي المنصة الموثوقة. طبعا مثل ما قلنا، حجز وإدارة الموعد، جميع المنشآت الطبية والأطباء مرخصين. تدعم المنصة السياحة العلاجية لأنها تتمكن المستخدم في المستقبل من إنشاء باقات صحية شاملة تشمل الإقامة في فنادق والمواصلات، بعد ما نحن نسوي إجراءات الانتجريشن مع المنصات العالمية المعروفة والجهات المعنية بالمواصلات سواء داخل الدولة أو خارج الدولة. طبعا مستخدمين المنصة إذا كانوا يعني مراجعين هيئة الصحة برقم البطاقة الصحية، ممكن أنه يستخدمها ويحجز الموعد لايف على طول. وفي انتر اكشن بين المنصه وبين المتعامل، يخبره عن طريق النوتيفيكيشن بالموعد والتذكير. ممتاز. وفي حال عدم الحصول على موعد في مستشفى او عياده هو حاب انه يستخدمها او سامع فيها، المنصه لانها ذكيه بتعطي اختيارات اخرى نفس التخصصات بس في اماكن ثانيه، بالاضافه ان هي تسوي المواعيد او تعطيك الاطباء اللي موجودين في اقرب منطقه جغرافيه يعني للمستخدم في هذاك الوقت. ممتاز. هي طبعا يعني هي منصه في لها فاعليه في لها مستقبل كبير جدا. نحن حاليا عندنا التارجت ان ننتهي من ضم جميع القطاع الصحي في حلول 2020 لدعم ملف اكسبو 2020، بالإضافة إلى دعم ملف طبيب لكل مواطن، وطبعا طبيب لكل مقيم ولكل زائر ولكل شخص موجود على أرض هذه الدولة العزيزة. ممتاز. شو هي مراحل تطبيق مبادرة دبي هيلث بوكينج؟ مراحل التنفيذ دكتورة، على أساس أن احنا حاليا ضمينا مجموعة كبيرة من مستشفيات القطاع الخاص، ممكن للمستخدم عقب ما ينزل التطبيق يشوف المستشفيات المتاحة في القطاع الخاص. في المرحلة القادمة نأمل أن احنا نسوي ربط إلكتروني مع منظومة الضمان الصحي لأجل أن المستخدم يعرف نطاق تغطية التأمين، يعني مثلا يعرف الاشتراك التأميني اللي عنده يغطي أي مستشفيات، ليسهل له عملية تصنيف العيادات والمستشفيات اللي هو ممكن يحجز فيها موعد طبي، ويعرف بالضبط التكلفة اللي هو ممكن يعني يحطها على حسب الميزانية اللي عنده. المشروع ماشي بمراحل، نتمنى أن نخلص المرحلة النهائية كمنظومة فيها فعالية مطلقة في نهاية 2021 بإذن الله تعالى، ولكن في حلول 2020 بتكون المنظومة شاملة للخدمات الرئيسية بشكل عام، ولكن الخدمات الإضافية بتكون إن شاء الله موجودة بحلول 2021 اللي هي بتشمل منصات حجز الفنادق ومنصات حجز المواصلات سواء من داخل الدولة أو خارج الدولة. ممتاز. أختي ميسة، هل دبي هيلث بوكينج بيكون في ملف المريض أيضا ولا فقط حجز المواعيد والخدمات اللي ذكرتيها؟
طبعا احنا عندنا ربط مع منصه سلامه في هيئه الصحه، فمعناته ان نفس المعلومات اللي موجوده في ملف المراجع في المستشفيات الحكوميه والعيادات موجوده في منصه دبي هيلث. اما بالنسبه للمستشفيات الخاصه فطبعا هو ممكن انه يدير المواعيد ويشوف المواعيد اللي عنده، وإدارة الموعد من طريق بتتم عن طريق التواصل ما بيننا نحن وما بين المستشفى على حسب إجراءات اللي هم في المستشفيات الخاصة. ممتاز. وهي طبعا المنصة قابلة للتحديث دوما وناخذ الملاحظات، وفيها ابنة تويتر يعني عقب ما يخلص الرحلة بالكامل رحلة المتعامل ممكن هو يقيم المنشأة الصحية، يقيم الطبيب ويعطي فيدباك. هذا الفيدباك بيساعد المستخدمين الآخرين بالتعرف على جودة الخدمات الطبية، وبالإضافة إلى أنه بيساعد المستشفيات والقطاعات الصحية أن هي يعني مثل ما تقولين تتنافس للوصول إلى أفضل الخدمات وتتميز فيها. ممتاز. التطبيق بيكون في مثل يسمونه الريتنج أو تقييم للخدمات، يعني المتعامل يقدر يشوف تقييم كل مركز خدمة أو كل مستشفى موجود يكون في التطبيق عشان يختار. يقدر يشوف الريتنج، يعني بيكون في ريتنج مثل ما أنت يوم تدخلين على منصة booking.com تقدرين تقرين تقييم الفندق وتعرفين بالضبط شو التحديات اللي واجهها بعض المتعاملين أو غيره، ولكن نحن بنعطي نفس الخاصية أنه يعطي الفيدباك على الرحلة بشكل عام. ممتاز. بالتالي يكون المرحلة الأولى بيكون ممتاز طبعا، يعني يعطي مثل من نوع من أنواع الشفافية، يعني الواحد يشوف شو تجربة المتعاملين الآخرين مع نفس المنشأة أو نفس التخصص، فهذا شيء ممتاز. شو الكلمة، في كلمة أخيرة حابة تشاركينها معانا أستاذة ميسة في نهاية هذا اللقاء؟ التطبيق موجود دكتورة على الأبل ستور والأندرويد، نحن حابين أن الكل ينزل هذا التطبيق ويبدأ أنه يعني يستخدمه لأنه يعني شغال ممتاز وتحصل المواعيد لايف، ويعطي اختيارات وبدائل للمواعيد، وفي نوتيفيكيشن وتذكير على اساس ان احنا بعد نساعد في عمليه عدم وجود موعد طبي في الهيئه، ممكن يعطي اختيارات وبدائل اخرى في القطاع الخاص ضمن نطاق تغطيه التامين الصحي اللي عنده، واحنا نحاول احنا نساعد دائما جميع المستخدمين بافضل الحلول ورضا المتعامل. طبعا هذا هو غايتنا. ممتاز. فهذه دعوه للجميع انهم ينزلون تطبيق دبي هيلث بوكينج وبدون يشوفون فيه المنشات، مثل ما ذكرتي بيكون موجود في 3 مستشفيات من هيئه الصحه بدبي، راشد ولطيفه وحتى وعيادات الرعايه الصحيه بالكامل شامله جميع التخصصات، طب الاسره، عياده الاطفال، الاسنان، التدخين، جميع التخصصات، والاطباء تقريبا عددهم 500 او اكثر. ممتاز ممتاز، يعطيك ألف عافية أختي ميسة البستاني مدير إدارة اللياقة الطبية بهيئة الصحة بدبي، هذه المداخلة بخصوص مشاركة الهيئة في معرض جايتكس ومشروع دبي هيلث بوكينج. شكرا لك ونهارك سعيد. الله يسلمك. شكرا لك. مع السلامة. مثل ما قالت أستاذة ميسة إن التطبيق موجود وشغال وموجودة في منشآت هيئة الصحة 3 مستشفيات وكل عيادات قطاع الرعاية الصحية الأولية باختلاف التخصصات، يعني مو بس تخصص طب الأسرة. طبعا مفروض إحنا الجميع عارف إن نظام المواعيد تم تطبيقه في عيادات طب الأسرة التابعة لقطاع الرعاية الصحية الأولية، يعني الحين قبل ما أسير أنا العيادة لازم أتصل على الكول سنتر أو عن طريق تطبيق دبي هيلث بوكينج وأحجز موعد عند الطبيب. هذا طبعا يختصر لي وقت الانتظار، رقم واحد. رقم اثنين يساعدني أن أرتب يومي بشكل أفضل، ما أقعد ساعات في العيادة. فهذه دعوة للجميع أنهم يأخذون مواعيد عن طريق يا دبي هيلث بوكينج يا الاتصال على رقم الاتصال 1-800-342 لحجز موعد عن طبيب الأسرة. أيضا هذا يضمن لكم متابعة الحالة مع نفس الطبيب، هاي كانت دائما مطالبات موجودة عند المتعاملين، نحن كل مرة نيجي العيادة نحصل طبيب مختلف، أنا بتابع مع نفس الطبيب خاصة يعرف حالتي وحالة عيالي ويتابع عندي عنده ويعرف تاريخ المرض وغيره. مع تطبيق نظام مواعيد في قطاع الرعاية الصحية الأولية طبعا هذا يكون وايد أسهل، تتصلون أو تدخلون على تطبيق دبي هيلث بوكينج وتحجزون موعد عند الطبيب اللي أنتوا ترغبون في المتابعة معه. نحن وصلنا الحين إلى الفاصل، إن شاء الله بعد الفاصل رح يكون عندنا موضوع آخر شيق، فابقوا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة، ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. للتواصل على 6005514414 والرسائل النصية على 4004.
6. ما زلنا في معرض جايتكس ومنصة هيئة الصحة بدبي والخدمات التي تقدمها الهيئة عن طريق منصتها. في منصة هيئة الصحة بدبي أيضا تستعرض الهيئة مبادرة الجناح الأخضر التي تهدف إلى القيام بالتصوير الحراري لمنشآت ومباني هيئة الصحة بدبي باستخدام الأنظمة الذكية. يكسرنا يكون معانا اليوم عن طريق الهاتف المهندس علي المزيود، أخصائي الشؤون الهندسية بهيئة الصحة بدبي، يكلمنا عن ما هي مبادرة الجناح الأخضر. يا صباح الورد مهندس علي. صباح النور والسرور إن شاء الله. أهلا فيك مهندس علي، خبرنا أول شيء ما هي مبادرة الجناح الأخضر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية مشكورين على هذه الاستضافة، نحن نكلمكم طبعا لايف من معرض جايتكس عن منصات هيئة الصحة. وخدمة الجناح الأخضر أو ما تسمى بالجرين وينج هي عبارة عن طيارة درون تحمل كاميرا تقنيتها عالية، كاميرا فيها ذكاء اصطناعي بقضية تصوير المنشأة جوياً أو أفقياً وأخذ بيانات البصمة الحرارية للمنطقة. فالصورة في النهاية اللي تخيلها المستمع أن في النهاية بيكون هناك صورة توضح الأماكن الباردة وأماكن الحارة في المنشأة، ومن خلال هذا تبدأ الهيئة بعمل المشاريع لتخفيف هذه الانبعاثات الحرارية، وتجمع هالبيانات في بطريقة دورية لخلق جو بيئي مستدام أكثر. وأيضا ذلك في مجال مساهمة هيئة الصحة في دبي في معايير الاستدامة لخدمة الأجندة الوطنية في معايير الاستدامة العالمية. ممتاز، فمعناه أنتم قاعد تستخدمون تقنية حديثة اللي هو الدرون أو الطائرة اللي بالريموت كنترول، هل يعرفون الناس الطائرة تطير من غير طيار؟ صحيح. اليوم هيئة الصحة تعمل من خلال مراكز الابتكار في الهيئة بإدخال التقنيات الجديدة واستخدام الذكاء الاصطناعي. المرحلة الأولى في استخدامنا للدرون هي التصوير الحراري والأخذ بيانات البصمة الحرارية في المرحلة القادمة إدخال السنسرز متنوع مثل قياس CO2 في الجو ودراسة المكان، مكان إذا كان المكان أيضا مثلا فيه CO2 عالي كيف نعالج هالمكان. فوجود البيانات اليوم هي قوة لعمل حدود جيدة في الأماكن. ممتاز أستاذ مهندس علي، ممكن في حد لما يسمعنا يقول يعني شو فائدة أن نحل المبنى يعني حرارية، يعني شو يعني أخضر شو يعني أحمر، شو يعني لما يكون في إشعاعات أو انبعاثات حرارية من المباني، هل معناه مثلا هذا أن المبنى فيه استهلاك طاقة كبير؟ فشو معنى الانبعاثات الحرارية اللي تطلع من المباني؟ بتصوير بسيط، نحن دائما الآن يومين نجلس تحت شيرة نحس ببرودة المكان وهدوءه. نعم. لما نيجي بجنب بناء مبني من اسمنت أو كذا نحس بحرارة المكان. نعم. فالمادة اليوم في اللي تستخدم في البناء، المادة موجودة في الشارع في غيرها، أكيد لها طاقة حرارية تنعكس عليك. الآن على قولتهم يوم تمشي في الشارع تحس بوهيك من حرارة الشارع. صح. فلذلك تشوف اللي هي مشاريع البستنة ومشاريع الأمور موجودة من ناحية جمالية صحيح، لكن أيضا لإضافة توازن بيئي في المكان. هيئة الصحة ولخدمة الأجندة الوطنية للدولة في قضية الاستدامة ومعايير الاستدامة أيضا تدرس تقديم أرقام تؤكد خفض هذه التأثيرات. نحن لا نعدم عملية الانبعاث، إما نخفض من عملية تأثيرات الانبعاث الحراري هذا. ممتاز مهندس علي، هل هالمبادرة تم تطبيقها ولا لا تزال مثل في التجارب وسيتم تطبيقها لاحقا؟ الحمد لله بدعم القيادة بهيئة الصحة بدأنا بتطبيق المرحلة الأولى. المرحلة الأولى تحتاج إعداد وتدريب للموظفين على الأجهزة هاي، وتم عمل تطوير تجريبي للطائرة وأخذ بيانات وصور، وجاري أيضا تنفيذ المشاريع الداعمة لتقليل الانبعاث هذا في المناطق اللي أخذنا فيها صور. ممتاز. شو ممكن تكون المبادرات أو الخطوات اللي ممكن نسويها عشان نقلل الانبعاثات؟ هل مثلا مثل ما تذكرت مثلا البستنة الزراعة، ولا شو ممكن نسوي إذا مبنى يطلع انبعاثات حرارية كثيرة؟ بالنسبة لتقليل انبعاثنا عن البستنة والزراعة لها دور كبير، ومثل ما نعرف نحن في عام وجود الزراعة يعني جدا مهم في تقليل الانبعاث الحراري. نعم. أيضا هناك بعض المواد اللي نستخدمها في البناء والكلادينج على المباني
مثل التغطية الألمنيوم على المباني، أنواع النوافذ اللي نستخدمها، ممكن هذه الكاميرا الذكية تعطينا توجه أن هذه المادة مستخدمينها له جيدة. ففي المرات القادمة نتجنب استخدام هذه في مشاريعنا الجديدة، أو نحاول على خطة يعني طويلة أن نستبدل المواد الموجودة حاليا. ممتاز ممتاز. في نقطة حاب تزيدها بخصوص هذه المبادرة، مبادرة الجراح الأخضر، مهندس علي؟ النقطة الأخيرة اللي هي طبعا نحن في هذه المبادرة وفي تخصص هيئة الصحة، تساهم هيئة الصحة بشكل كبير في معايير الاستدامة في الدولة، وكل ما تخرج من هذه المبادرة ستخدم ترتيب الدولة في نقاط ومعايير الاستدامة العالمية. ممتاز، شكرا لك مهندس علي المزيود، أخصائي الشؤون الهندسية في هيئة الصحة بدبي، هذه المداخلة بخصوص مبادرة الجناح الأخضر. يعطيكم ألف ألف عافية، نهارك سعيد. مشكورين. ما شاء الله مبادرة جميلة جدا واسمها جميل، الجناح الأخضر. طبعا اللون الأخضر يا من خلال من استنباطا من التوجه اللي هو الأخضر، أن تخضير الأرض دائما لما نقول بيئة نظيفة دائما مرتبط باللون الأخضر. فهذه مبادرة جدا جميلة، إنه مو بس هيئة الصحة تهتم بصحة الناس وبالوقاية من الأمراض، لكن أيضا بالانبعاثات الحرارية والبيئة، لأن احنا يمكن موادنا ما يعرف أن البيئة تؤثر كثيرا في صحتنا، الانبعاثات الحرارية وثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون وغيرها من الانبعاثات الحرارية والغازات اللي تطلع في الهواء، فيتؤثر على صحتنا بطريقة مباشرة وغير مباشرة. عشان كذا لما احنا نقيس الانبعاثات الحرارية من المباني وكمية اطلاق الغازات السامة، فهي ايضا تساهم في التقليل من خطر الاصابة ببعض الامراض. انا راح انتقل الحين لموضوع لفت انتباهي، هو موضوع مثل ما يقولون دارج حاليا، اللي هو شرب الحليب النباتي. الحين قبل لما نروح احنا الجمعيات او السوبر ماركتات بالعادة شو نحصل؟ حليب البقر، وحين بعد ضفوا عليه حليب الماعز، لكن الآن بجانب حليب الأبقار، وحين طبعا حليب النوق أيضا، بجانب حليب الأبقار نلاقي رف كامل الحليب النباتي، حليب الصويا، حليب اللوز، حليب الكاجو، هذا كله تلاقيه بالإضافة إلى الحليب العادي. ليش صار هذا الاهتمام فجأة بوجود بدائل للحليب الحيواني؟ أنا أعتقد أن الأبقار تزعل لما إحنا نحط بدائل أخرى، أدوية يعني أنا أساس الحليب، تجيبون نباتات تأخذ منهم حليب ليش؟ لكن نحن لا ننكر أهمية الحليب الحيواني اللي يأتي من المصادر الحيوانية وكمية الفائدة اللي فيه، الكالسيوم مهم لنمو العظام، سواء كان حليب أبقار أو حليب جمال أو حليب ماعز، كلها عبارة عن منتجات غنية. لكن أحياناً قد نتوجه إلى شرب الحليب النباتي. طبعا الناس النباتيين أو يسموهم الفيجن، مو بالفيجيتيريان، الفيجيتيريان أو النباتيين العاديين هم يشربون حليب، يشربون حليب، يشربون، يأكلون بيض بس ما يأكلون أي لحوم. أما الفيجن حتى الحليب، أي شيء يطلع من حيوان، حليب، بيض، ما يستهلكونه، هذا يتجهون إلى الحليب النباتي. لكن إحنا كناس ما عندنا مشاكل، مثلا ما عندنا حساسيات، نأكل لحوم عادي، ليش نتوجه أحيانا لشرب الحليب النباتي؟ في دراسة جميلة شو تقول؟ طبعا الحليب النباتي احد العناصر الاساسيه فيه انه لا يحتوي على اللاكتوز او الكوليسترول، ويحتوي على نسبه منخفضه من الدهون، ويحتوي على نسبه عاليه من الدهون الاحاديه والغير مشبعه والتي تفيد القلب، والنسبه عاليه ايضا من الفيتامين دي. ايضا يساعد في علاج مشاكل الهضم والامساك واعراض القولون العصبي والمعده بشكل عام، ويتميز بعلاقه متوازنه بين الصوديوم والبوتاسيوم. طبعا يفضل البعض شرب البديل النباتي لأسباب مختلفة، منها طبعا حساسية الحليب الحيواني وعدم تحمل اللاكتوز، أو بعض القيود الغذائية مثل ما قلنا، أنت فيجن ما تحب تشرب، ما تشرب أي شيء منتجات حيوانية. وأشهر طبعا أنواع الحليب النباتي حليب الصويا، ويدخل في صناعة الكثير من منتجات، قبل كان بس في حليب، نحن تلاقون أجبان وروب كله مصنوع من الصويا. وطبعا يتميز الصويا بأنه مصدر جيد للبروتين والكالسيوم وفيتامين دال المدعم وخالي من الكوليسترول واللاكتوز. كوب واحد من حليب الصويا 240 ملي، يعني كوب واحد يحتوي 80 إلى 90 سعرة، 4 جرامات من الدهون، 9 جرامات بروتين، و4 جرامات النيتروجين من النشويات. حليب اللوز، حليب اللوز أيضا من الحليب المتوفر في السوق الحين تلاقونه وايد، طعمه
في كثير من الناس ما تتقبله، طعمه شويه من يسمونه ناتي فليفر او طعم، تحسون في طعم المكسرات. وهو واحده من الخيارات الموجوده، وحتى الحين الكوفي شوبات وما تروحون تلاقون يعطوكم اكثر من خيار الحليب. قبل شيء تاخذون فول فات كامل الدسم، قليل الدسم منزوع الدسم، الحين يقولك عندنا حليب صويا وعندنا حليب لوز وعندنا حليب جوز الهند بعد احيانا، فيلبون كافه الرغبات. عندنا واحده من المصادر الاخرى مثل ما قلنا حليب اللوز. حليب اللوز يحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم ومفيد للدماغ والعضلات والعظام. انا استغربت ان كوب واحد من حليب اللوز يحتوي فقط 30 سعره حراريه، انا دائما كان في بالي حليب اللوز غني جدا في السعرات الحراريه. وعندنا ايضا حليب الارز، مصنوع من حبات الارز المطحونه. طبعا احنا لما نقول حليب نباتي فهو مسمى لان شكله شكل الحليب، لكن هو اساسا ليس بحليب طبعا، نحن لا نحلب النباتات، لكن بعملية معينة نحن يأخذون اللوز أو يأخذون الأرز أو يأخذون الصويا ويعصرونها بطريقة معينة ينتج عن هذا السائل يسمونه حليب. حليب الأرز أيضا مفيد لصحة القلب وتعزيز المناعة وخفض الكوليسترول، ولكن طبعا يعتمد على نسبة عالية من الكربوهيدرات، عشان شيء هو خيار مرغوب أقل فيه للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري. فكوب واحد منه 140 سعرة حرارية، يعني أكثر من غيره. هناك أيضا حليب الشوفان، طبعا حليب الشوفان يكون غني بالألياف والبروتينات، وكوب واحد منه يحتوي 170. حليب جوز الهند مثل ما قلت لكم موجود أيضا، طبعا حليب جوز الهند أصلا كوب واحد يحتوي 45 سعرة حرارية. طبعا حليب جوز الهند يدخل في كثير من الاستخدامات في الطبخ، في الحلويات، يساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي والبشرة والشعر ويقلل من التهاب المفاصل. رأيي الشخصي، إذا أنت ما عندك أي مشاكل غذائية مع الحليب، مثلا في ناس اكتشفوا مثلا عندهم حساسية اللاكتوز، فدائما ننصحهم أن يبتعدون عن الحليب المنتجات البقرية، وحتى ترى الحين منتجات الحليب الحيوانية في منها خالي من اللاكتوز، يعني ممكن تاخذ حليب البقري لكن خالي من اللاكتوز. لكن اذا انت مثلا مثل يقولون تبى تريح جهازك الهضمي لانك اكتشفت ان عندك حساسيه، فتبى تعطي اجازه لجهازك الهضمي من المنتج الحيواني، ممكن تستبدله بالمنتجات النباتيه. لكن من وجهة نظري المتواضعه احس انه لازم نعتمد على المنتج الحيواني اذا انت ما عندك اي مشكله مع المنتج الحيواني. ندخل النباتي بين فتره وفتره، مثلا ممكن تدخل مثلا حليب اللوز لانه غني مفيد، زين مفيد في الفيتامينات اللي فيه وغيره، ممكن تدخلوا تنوعون. وايضا ممكن يساعد في ان واحد ما يمل. في ناس مثلا ممكن الاطفال ما يحبوا ريحه الحليب، يقولك ما تحمل ريحه الحليب فبالتالي ما اشربه، ممكن تاخذون واحد هذه المنتجات عشان تكون بديل الحليب، ولكن ما يفضل يكون بديل 100% من الحليب. سبحان الله المنتج الحيواني لا خصوصيته ولا فائدته ولا فيتاميناته ولا المعادن الموجودة فيه. وأنا دائما أقول لما يوني في العيادة يقولي دكتور احنا ليش فيتامين دال دائما عندنا ناقص، طبعا غير ان احنا ما نقعد في الشمس اصلا، الشمس مشرقة ما شاء الله طول الوقت، بس دائما احنا نخش منها في السيارات ورا المخفي، في الحريم الحمد لله احنا متغطيات حتى الريايل يعني، فما نتعرض لأشعة الشمس بشكل كافي ما نقعد، وحتى استهلاكنا للمنتجات الغنية بفيتامين دال قليل. احنا شعب ما يستهلك منتجات الحليب او الاجبان والالبان وغيرها بشكل كبير، حتى للكالسيوم ما نستهلكها وايد، حسه يعني ها يمكن على ريوق الجمعة إذا حطينا شوي لبنة أو جبن، بس بشكل عام ما نستهلك منتجات الألبان. مع منتجات الألبان ما شاء الله واحد إذا يروح أي سوبر ماركت ويلاقي الخيارات اللي تناسب جميع الأذواق، وحتى عيالنا لازم نعودهم من منتجات الألبان تكون شيء أساسي. الجبن طبعا يفضل نبتعد عن الجبن الأصفر اللي هو جبن معاد تصنيعه وغني بالكوليسترول والدهون. خليكم مع الأجبان البيضة، ما يحبون الأجبان البيضة، أجبان البيضة بعد ما شاء الله مشكلة، في عندكم الحلوم وغيره وغيره، المالح الملوحة قليلة اللي ما في وايد ملح. عودوهم على اللبنة، عودوهم على الروب، منتجات الألبان لازم تكون جزء من النظام الغذائي اليومي لفائدتها العالية. فهذه الدراسة قريت لكم إياها عن الحليب النباتي، صراحة يعني أنا عن نفسي جربت حليب اللوز، أنا ما استسقت طعمه أبدا، أنا عن نفسي حسيت دسم، لكن حسب الدراسة فيقولك إنه أصلا ما في كمية كبيرة من السعرات الحرارية. اللوز فيه 35 سعرة حرارية فقط، لكن حسيت أنه شوية دسم، أفضل أشرب الحليب العادي. وطبعا الحليب يفضل يكون كامل الدسم، لأن لما يكون منزوع الدسم
فامتصاص الكالسيوم وفيتامين د منه يكون أقل، فلا تتوجهون إلى قليل الدسم أو منزوع الدسم إلا لحالة مرضية عندكم. غير هذا خليكم على كامل الدسم عشان تستفيدون من عشان الدهون مالت الحليب اللي يذوب فيها فيتامين د، بالتالي يساعدنا على امتصاص الفيتامين د. المخرج مو بعيب أنا أقول كامل الدسم، لا يا أمين لازم كامل الدسم عشان فيتامين د والكالسيوم. فيتامين د فيتامين مذاب في الدهون. طبعا أي شيء اللي بيقول دكتور بس السعرات الحرارية اللي فيه، السعرات الحرارية بين كامل الدسم وقليل الدسم ترى مو بوايدة، بس أنتوا بعد يا عيالي لازم في يعني نحدد كمية بنشربها، مثلا كوب كامل الدسم آخر منها مثلا كوبين في اليوم أو كوب في اليوم، وأنا أقلل من الباجين. طبعا المخرج يقول لي دكتور خلاص اختمي البرنامج لا تكلم وايد عن الحليب، احنا وصلنا نهايه برنامجنا عشان تعرفون انا بكلمكم زياده على منتجات الالبان، والمخرج يقول لي خلاص فوصلنا نهايه البرنامج. شكرا لك ايمن سرحيل، وشكرا لك ميرا المري كنت معي في التنسيق، وهذه محدثتكم دكتوره ندى الملا، ان شاء الله تكونون استفدتوا من حلقتنا اليوم وكنا خفاف عليكم في خلال هذه الساعه الاذاعيه. الى ان نلقاكم ان شاء الله خلال هذا الاسبوع، نقول لكم دمتم بصحه وسعاده. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.